السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. المهم كيما كتشوفوا معايا دابا غادي نصيب واحد العصير باللبن والبنان وفريز. المهم من بعد غادي نصيب هاد العصير، كيجي زوين بزاف وكنتمنى تجربوه، كنتمنى يعجبكم. المهم دابا غادي ندير في الخلاط ديال غندير فريز وغندير بنان وغنزيد عليه اللبن وندير السكر القيزي السكر وغنطحن. المهم انتما تبعوا. المهم انا بدات الفريز ديالي والبنان ديالي وزدت عليه اللبن، غادي ندير دابا السكر كما قلت لكم وغادي نطحنو. دابا بعد ما زدت هادشي المكونات ديالي ثلاثه زائد السكر غادي نطحنهم دابا. العصير ديالي بعد ما وجد كيجي زوين بزاف بزاف وكنتمنى تجربوه ويعجبكم. كيجي لذيذ الصراحه بزاف ديما كنديرو وكنتمنى يعجبكم وتجربوه ودعموني الى عجبكم الفيديو وديروا لي لايك وديروا ابوني وتشاركوا معايا القناه ديالي وشكرا بزاف. شكرا.